لا، اليوم يوم مهم جدا، اولا لان ضيفي طبعا هو القيمه العلميه الكبيره واستاذ الاساتذه في هذا المجال، في مجال النساء والتوليد، والموضوع شديد الاهميه. بطانه الرحم المهاجره، مليون سؤال يدور حول هذا الموضوع. بطانه الرحم المهاجره التي اصبحت، هل هي اصبحت بعبع الناس؟ هل هو مرض عادي؟ ونحن عندما تحدثنا عنه ربما ظن الناس انه مرض بعبع، مرض مخيف. هو موجود في العالم كله. هل هو مرض مخيف بالفعل؟ ومتى يكون مخيفا؟ كيف نتصدى له؟ وكيف نتعامل معه تعاملا دقيقا؟ ستسمعون القول الفصل في هذا الأمر اليوم من ضيفي العزيز، القيمة العلمية الكبيرة، أستاذ الأساتذة الذي نفتخر أولا بأننا تلمذنا على يديه، ثانيا أنه بينورنا في القاهرة والناس، وفي الدكتور، ثالثا أنه أعطانا أولوية الظهور في الإعلام العربي، أستاذ الأساتذة أستاذ الدكتور محمد يحيى. اي حاله في الدنيا عملت حقن انجهاري وفشل 3 مرات احنا بنعملها تقييم من الاول خالص. نسبه الحمل في الدوره الناس الطبيعيه خالص 18 ل 20%. تخشى ان البويضات تتاثر بسبب تقدم الوعد. الحمل الاولاني هو اختبار للزوج والزوجه. العيان يجب ان هو يبقى بيثق الدكتور هيعمل له اللي هو محتاجه مش اللي يعرفه. الاستاذ الدكتور محمد يحيى، استاذ امراض النساء والعقم بكليه الطب جامعه عين شمس. استاذ الاساتذه واستاذنا الاستاذ الدكتور محمد يحيى، رائد الحقل المجاري واول من ادخل الحقل المجاري في مصر والوطن العربي طبعا، والاستاذ القدير لامراض النساء والتوليد والعقم. اهلا بك يا استاذنا. اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ بطانه الرحم المهاجره ما هي وما عليها؟ انا مش هسال اكتر من كده. خلينا الاول بس نقول ايه هي. هو بطانه الرحم ده الغشاء المبطن للرحم، وده اللي كل شهر بينزل مع الدورة. في بعض الأحيان نفس الخلايا دي تبقى موجودة في مكان مش المفروض تبقى موجودة فيه، لكن بتأثر بالهرمونات اللي بتطلع كل شهر. فلما الدورة تنزل مفيش ليها سكة تانية، هو ربنا خالق الرحم، في عنق الرحم بيصرف الدم، لكن لو اتوجدت جوه البطن مثلا هتبتدي يحصل منها كل شوية نزيف متكرر. لو موجودة في المبيض هتبتدي تكون كيس. ممكن ان هي بعد شوية تكبر، ممكن انها النزيف المتكرر ده يعمل التهاب، الالتهاب دوت يعمل التصاقات، وبالتالي يبتدي السيدة يجي لها اعراض، ألم مع الدورة، أثناء الدورة، بعد الدورة، لو هو موجود في مكان مش المفروض يبقى موجود فيه، في جرح ينزف مع الدورة، في المثانة ممكن ينزل لها دم مع كل دورة في البول، ألم مع الجماع، على حسب المكان اللي موجود فيه الخلايا دي يبتدي يحصل أعراض منها. ده ببساطة شديدة البطانه المهاجره. لو قلنا على الاورام اللي فيها المرض ذو الالف وجه، لا ده البطانه الرحم المهاجره مش المرض ذو الف وجه، ده المرض ذو الالف و500 و2003 واللي علي، لانه مرض له انا موجود كتير اعراض. هو الحقيقه ان بطانه الرحم المهاجره موجوده منذ الازل، يعني دي مش حاجه جديده، ومش كل بطانه رحم مهاجره لازم نعمل لها حاجه. يعني هي النقطة هنا ان ساعات كتير قوي ممكن تجيلك واحدة حامل، تكشف عليها تلاقي عندها كيس بطانة مهاجرة في المبيض، ما عملهاش اعراض واتجوزت وحملت وما فيش عندها مشاكل. وفي واحدة تانية مش قادرة، كل شهر بتموت مع الدورة، قبل الدورة وجع، مع الدورة وجع، بعد الدورة وجع، فهو طبعا ليه مليون وجه. وبينهم بقى يبتدي يبان ازاي نتعامل معاه وشطاره الدكتور ويعمله امتى. يعني في بعض الاحيان احسن حاجه الدكتور يعملها انه ما يعملش حاجه.
بمعنى ايه؟ لو انا النهارده جات لي بنت عندها 17 سنه وعندها بطانه رحم واجب، كيس دم موجود على المبيض، وشفتها البنت دي، انا المطلوب مني ايه؟ المطلوب مني هي جايه عشان الدوره بتوجعها وعندها شويه بطانه رحم واجب. دي لو خدتها النهارده عملت لها عمليه، البنت دي انا قضيت على مستقبلها، لان بطانه الرحم المهاجره من الحاجات اللي بترجع. هعملها لها النهارده، هترجع بعد سنه، هتعمل عمليه تانيه بعد سنه، بعد سنتين هيكون المبيض بتاعها اتدمر، هتتجوز ما نلاقيش مبيض. طيب هل في طريقه للسيطره على هذا المرض دون اللجوء للعمليات؟ طبعا في ادويه بنديها بتوقف النشاط بتاعه الخلايا دي، وبالتالي نحافظ على المبيض بتاع البنت، الاعراض نقللها لغايه ما نشوف ايه المشكله ونحلها. فهي دي الفكره، ان هو مرض ذو الف وجه والعلاج بتاعه ذو الف طريقه، لكن من المؤكد انها ليست المنظار الجراحي لكل مريضه فقط. يعني يعني ليست المنظار الجراحي فقط بالظبط، يعني لا لو ليست المنظار الجراحي لكل مريضه فقط. بالظبط، يعني احنا النهارده بنعمل جراحه بس مكانها قاعد يصغر. قاعد يصغر لغايه النهارده، بعد وجود الادويه الشديده اللي موجوده، بعد وجود الوسائل المختلفه، بقى المكان بتاعه بيظهر. طيب الحته دي انا ارجع لها تاني، لان دي قضيه مهمه قوي. انا دايما بي 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 يعني بان المرض متشعب ومختلف الوجوه، دايما كنت ارتبك في التشخيص، والمريض ممكن يرتبك في التشخيص. هقول لحضرتك على حاجه، هو احنا زمان قطعا كان المرض موجود، دلوقتي احنا بنشخصه اكتر لان عندنا طرق تشخيص اكتر. الموجات الصوتيه من الطرق الهائله في التشخيص. كان زمان بنقول لابد من اخذ عينه عشان نحللها ونقول ان ده بطانه مهاجره، دلوقتي لا، التشخيص لا يعتمد على المنظار او اخذ عينه. الام ار اي الرنين المغناطيسي بيدينا صوره واضحه جدا للمرض، لان هو احنا ما بنشوفش الخلايا دي، احنا بنشوف تجمع دموي. التجمع الدموي الموجات الصوتيه بتشوف كويس قوي، الام ار اي بيقدر يقول ان ده كونسيستنت مع ان ده دم. فوسائل التشخيص اصبحت موجوده ومتاحه بدون اللجوء لجراحه. فالاول ان انت بتشتبه ده ايه، الاعراض، الموجات الصوتيه، الام ار اي. في حالات نادره بنضطر نعمل منظار عشان نشخص، لكن في الحالات دي بالذات انت مش محتاج تشخص، لانها حالات بدايه، يعني في البدايه جدا، والعلاج بتاعها مش ان انت تعمل جراحه. فاذا التشخيص ليه طرق كتير قوي. ما هنا هقف عند بقى الطرق الجراحيه، ندخل عند الطرق العلاجيه. التشخيص فهمنا، الطرق بقى العلاجيه ايه؟ عندنا كذا طريقه. هو العلاج حسب العيان بيشتكي بايه. يعني خلينا نقسمه لمجموعات كبيره قوي. هو اكتر حاجه بيعملها الوجع وعدم القدره على الانجاب. كويس؟ العيانه اللي عندها ومشكلتها الاساسيه الوجع دي، النهارده بنديها دواء فقط لا غير، الا في احوال معينه اللي هو وجود بطانه مهاجره في المثانه او في المستقيم او في مكان معين جوه الرحم بيعمل لها الم بطريقه معينه، دول بياخدوا دواء وبيستفيدوا، بيبقوا كويسين قوي، مش محتاجين العمليه. الجزء الثاني اللي هو عايز يحمل، الجزء اللي عايز يحمل ده، في عندنا ليه البطانه المهاجره دي مراحل. كويس؟ المرحله الاولى والثانيه دول علاجهم
قطعا بالتنشيط التبويض العادي، يمكن التلقيح الصناعي بيحل المشكلة، ممكن الحقن المجهري يحل المشكلة. نيجي للجزء اللي هو فيه عندها أكياس على المبيض وفي عندها التصاقات. العملية بتاعت المنظار أو حتى فتح البطن هنا هو لازم نبقى فاهمين إنها بتأثر على مخزون المبيض، لأن إحنا مفيش في عينينا وإحنا بنشتغل ميكروسكوب، فإحنا بنشيل البطانة المهاجرة أو الكيس بتاع البطانة المهاجرة، لكن كمان بيتشال معاه جزء من أنسجة المبيض السليمة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين إن إحنا بنضطر نستعمل مكوى بالكهرباء، نعمل كي لنقط بتنزف، ودي بتأثر على المبيض السليم اللي جنب النقطة اللي احنا بنكويها. فقبل ما بنعمل العملية بنعمل مخزون للمبيض. لو مخزون المبيض ده كويس قوي يبقى في الوقت ده العيانة دي ممكن نعمل لها عملية. افضل طريقة العملية ايه؟ المنظار. دفنتلي هتعمل عملية بالمنظار، هنشيل الكيس، هنحافظ على المبيض، ما بنستعملش مكوى في المبيض اذا كان في التصاقات بنقصها. بعد العملية على طول بنديها تنشيط تبويض، مش ان احنا نوقف التبويض، لان كتير قوي يقولك انا ما شلتهاش كلها فافضل ان انا اديها دواء يهبط المرض ده. لا، هو احسن فرصة للحمل هي الست شهور الاولانية بعد المنظار. فالوقت ده الواحد يدي تنشيط للتبويض. الست اللي ما بتحملش بعد العملية في خلال ما بين ست شهور لسنة دي ما بتعيدش العملية. يعني لو طلع كيس تاني، وده بيحصل في حوالي 70-80% من الأحوال، ما تعيدش العملية. دي علاجها على طول إنها تعمل حقن مجهري، لأن المرة التانية هتبقى الالتصاقات أشد، المخزون هيبقى أوريدي قل، فدي حلها حقن مجهري. فزي ما حضرتك شايف ان دور الجراحة قاعد بيقل في البطانة المهاجرة، لان بقى عندنا التريد اوف، عندنا العيانة دي عايزة عيال مش عايزة ان ما يبقاش عندها كيس. فالوضع هنا مختلف تماما عن واحدة جاية عندها ألم، واحدة جاية عندها كيس كبير، واحدة عايزة ان هي تحمل. هل هي بطانة الرحم المهاجرة واحدة من اسباب فشل الحقن المجهري؟ هي نسبة الحمل في الحالات اللي عندها بطانة مهاجرة أقل شوية من نسبة الحالات اللي ما عندهاش بطانة مهاجرة، إنما هي أعلى نسبة للحمل للست دي. خلينا أقولها بطريقة تانية، لو إحنا قلنا إن نسبة الحمل في الحقن المجهري أدبست 55 مثلا 60%، هي تبقى عندها نسبة الحمل في حدود 40% لو لسه عندها مخزون كويس. لو ما حدش لعب فيها وشلها المبيض او شل نص المخزون بتاعها، ال 40% دي هي ممكن تتكرر، انما لو ما عندهاش مبيضات مش هتقدر تكرر. هل يؤثر بطانة الرحم المهاجرة على الحمل نفسه لما بيبدا؟ لا، يعني وانس ان العيانة حملت، الحمل في معظم الأحيان بيكمل وبيبقى طبيعي، إنما العينين دول ممكن يحصل لهم مشاكل في الحمل. يعني احنا عارفين النهاردة العينين اللي عندهم بطانة رحم مهاجرة ممكن ارتفاع الضغط يزيد أكتر في آخر الحمل، الأولاد بتبقى أصغر شوية بيحصل ولادة بدري شوية. كل مريضة عندها بطانة رحم مهاجرة ماذا تقول لها أستاذنا العزيز دلوقتي بقى في رسالات موجهة؟ اولا لازم تقيم كويس قوي. البنت الصغيره ما تعملش عمليه، اللي مش متجوزه وما عندهاش الم شديد او حاجه مريعه ما تعملش عمليه. في ادويه موجوده النهارده، ادويه حديثه بتقلل الالم، بتصغر الاكياس، بتصغر حجم الاكياس، وده نقدر نسيطر عليه. بعد الجواز يجب ان يقيم مخزون المبيض قبل لمس المبيض. اذا كان المخزون ده قليل مفيش عملية، اذا كان المخزون كويس يبقى ممكن تجرب العملية، والعملية مرة واحدة فقط. لان انا بشوف ناس
عملوا عملية لبطالة مهاجرة، ما هترجع نسبة الرجوع في البطالة المهاجرة عالية جدا. وبالتالي العملية مرة واحدة عشان تعملها لازم تعملها كويس قوي، وتدي لنفسها فرصة بعدها لمدة سنة، لو ما حصلش حمل ما تعملش عملية تاني، تتجه للحقن المجاري. الأستاذ الدكتور محمد يحيى طبعا رائد القضيه للحقن المجاري، أبدع وأوضح نقاط مهمة جدا في بطالة الرحم المهاجرة. شرفتنا يا فندم، خليكم دايما مع الدكتور.